تاخد وندي وسعها عدي لنا قد حد ولا حد تاخد وندي وسعها عدي لنا قد حد ولا حد دي هترخص انت هتقولها رد واسمعني كلامي وركز فيه انا قبل وحدي والساعة صح تاخد مساحتي وبراحتي دي طب 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 صح تمحت خد فوق وتحت لو جيت ورحت مش هتجيبني ولا اي اي ولا زي زي ده انا جاي جاي وبعزمتني اسمع يا باي ما تقولش اي ده كلامي حي خمسة يا ريت الدنيا دي بالبشرية مين يقدر في ليلة عدني من قبل قلت وانا قدي قولي والليلة جاية نفذ كلامي وده الوقت وخلاص فوقت والليلة وريكو تمامي اقول واصرح كلام واوضح واحكي واشكي وشاد يا زمان اصحاب عويلة مش لاقي راجل يكون سندال ما يكونش جبان عدتك ضمي طب يلا ضمي ده خبر مهم واسمع يا عمي بس الاهم سقف بزم علشان الناس كلها تتلم محمود النمر ده صاحب العمر عريس الليلة وصدر الامر تولع ليلته يلا نزف وننسى شوية زميلنا لفت ودرت شفت وعرفت رحت وسافرت ساعت ومدعت انا في مرة خنت ولا حتى كنت بجعل الغلبان وعلي اتنطط صاحب ياكل ويتأناكر وعشنا وملحنا فيه يتاجر اسمع يا فاجر انا والله قادر اسيك بس انا بعمل خاطر للعيش والملح اللي ما صنته للرغيف وياك مرة قسمته لجميل عملته ناكرته لطريق ومعاك انا كملته صاحب عهدته عالخير وعدته داخل بيتي ورحت له بيته لفش انت سبته في دقيقة شلته واللي في جيبي برضه في جيبه وبتيجي سبته برد غبته ولا بستحمل حد يعيبه طب شوفه بص قلة راس بعد ما عاشرته وقابلته اديته سري وقلت صاحبي لا يمكن انه في يوم يبعني عرفته اني بحب واحدة والواحدة دي روحي وقلبي قام رد قال لي من الجه انت قلت له بنت دي جنب بيتنا اختي صاحبنا وكمان تالتنا بص له وسكت في ساعتها قول 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 قولي له بص حبيت بجد وكلام ما قلتوش لحد قام بص رد وقايل لي خمسة الحكاية يا صاحبي وصلني لام اديته ظهري واداني ظهره وثقتي الصاحب في صاحبه خلتني واثق انه عمره ما يحكي لحد الحكاية ونسيت اقول له اهم حاجة يروح ويحكي له الحكاية ويصرحه اني بحب اخته وعايز ده في الحالة المعاه ويروح لصاحبنا يقول له كلام غير اللي حكيته العكس تمام يقول له اختك مقضيها مع صاحبك في السكة الشمال يقول له اختك مقضيها مع صاحبك في السكة الشمال طب ليه يا صاحبي بتقول وتحكي في كلام وكذب ومحصلش وصلت فكرة لوحشة عني وياريتني كنت ما حكيتلكش وهاجي كلمة اقولها لك وافتكرها هيجي لك يوم وهتحتاجني وتقول لي سرك وحطه في قلبي وسرك عمره ما يطلعش الستة تسلم بجد تكرم عشان تبين صاحب بيجدع واخدت درس ولا عمري انسى وعرفت صاحب عليه علم عايز تلاقي صاحب فدائي ويكون على عيش والملح باقي انزل يا جيهار تلعك ريشة شباب تلاقي نزيه ورائي البخت مايل وفيه بحايل يا رب تمشي بس بجمايل وديني ساير تايه وحاير وخبط في الدنيا دي وغالب طب هعمل ايه انا ولا ايه هسلم يا دنيا ولا افتري اعمل مشاكل وادور وشاكل وتبقى الناس يابا بتهبني واخد مبدا وهمشي عليه مصلحتي ابدا من اي حد بالشر تبدا احط عليك والعين بالعين والقر هرد وتبقى وافي يا مرحب بيك وفي عين انا اشيلك طول العمر وفي وسط ناس يتباهى بيك واقولك ده صاحب على نار ايام تمر وسنين تفر وشربنا ذل من الدنيا مر بس لا مر جرح البشر ده بيبقى صدمه زي القدر والخلق شر وعليها قر دايما تدور حال مش يسر مش لاقي بر نفسك احر واسلك وامر احسن ما دور في الدنيا ناس تاخد ما تدي مبداها شر وعليه بتجري واخويا عادي ياكل بحقي ولا باراضي ما بتاعش بقي دمك ولحمك ما هو رحمك لحد عرقك يزيد في جرحك وحتى صاحبك ما حدش جنبك حسن فلوسك خلصت منك شوية ارض لاسية في الهول تقدر مالكش دي خد من عصيرك افيد بديلك شباب ما ترحم قلوب عافية فرحنا سمع ليلتنا ولعة وحوتا النمرة اخويا عريس ليلتنا 29 سبعة هتبقى راسي وكله يهيب عالسقفة سقف بس
وانا جاي اغني واسمعها مني قدامك يا ما عشان تجيبني اسمع يا ابني ركز في فني هقول واغني.